بالأمس كنت بتكلم مع حضراتكم عن إنه البطل الرئيسي في مصر هو الشارع المصري، تكافل وتراحم والناس قد إيه مع بعض كلنا بنشوف بعينينا. لكن النهاردة كمان السيد الرئيس قرر إنه الإفطار يكون مع الناس، مع الأسرة المصرية، لأنه أنت لما تيجي تبص على المجتمع المصري تلاقيه هو متكون من أسر مصرية، والأسرة المصرية دي هي الأساس، الأسرة اللي أنت بتحاول تقدم لها كل الخدمات، اللي أنت بتحاول أنك ترتقي بيها، أنك بتحاول أن أنت يعني تعيشهم في أمن وفي أمان وأنك تحقق أحلامهم. النهاردة السيد الرئيس في مع الأسرة المصرية، وهذا الإفطار اللي بيحرص عليه كل عام أنه يكون في حوار بينه وبين الأسرة المصرية، بينه وبين المواطنين، وهو النهاردة موجود في حي الأسمرات. لو أنت بتسألني زي ما السيد الرئيس كان بيجاوب في الحوارات على الطفل والأطفال الصغيرين على الأحلام، لو بتسألني أنه كان يبقى حلم أن الناس دي تنتقل أو أن الأسر المصرية دي تنتقل وتعيش حياة مختلفة، كنت أقول أنه حلم. لكن أحيانا خلينا بالعمل والحلم نحققه ويبقى فعلا حقيقة، زي ما السيد الرئيس كان بيكلم النهاردة الأطفال اللي كانوا موجودين. تخيل أنت الطفل ده تحديدا اللي كان بيتحدث مع سيادة الرئيس، عدي انت عليه كمان 10 سنين وشوف هذا الطفل اللي بدأ في الأسمرات وشوف هيبقى عامل زي، شوف البنوتة دلوقتي اللي موجودة دي وهي بتتكلم وهي عايشة في حي، مش عايزة أقول بس إنه حي من حقها، يعني حي نظيف، هواء نظيف، أهلها ساكنين في بيت نظيف، الخدمات مقدمة بشكل كويس، الأسر ليها شغل، الست تقدر تشتغل، الراجل بيخرج لشغله، الأطفال عندهم مكان يلعبوا فيه، فإذا تقدر تخرج منهم يعني عناصر جيدة جدا مجتمع بكرة، وبالتالي أنت بتنقل الأسر المصرية إلى يعني شكل آخر وإلى حياة أفضل وإلى حياة أحسن، تعليم هيبقى أحسن، هيحسوا بكل حاجة أفضل، هم هيطلعوا مواهبهم ويبقوا بشكل موهوب زي البنوتة اللي احنا شايفينها وزي الأطفال اللي احنا شايفينهم. الجميل كمان في مقدمة الإفطار إيه؟ هو تكافل والتراحم. احنا المصريين بنحب نفطر مع بعض، والسيد الرئيس النهاردة أنا شعوري وهو يتحدث مع الناس هو شعور يعني الأب رئيس الأسرة المصرية كلها، وهو يعني بيفطر معاهم، كمان الناس بتحس بأنه السيد الرئيس معاهم، فيها نوع من أنواع كده التكافل والتراحم، وإن احنا كلنا في النهاية أسرة واحدة، كلنا أسرة واحدة. مين مننا في مصر أسرته كل الأسر فيها الغني وفيها الفقير، فيها البسيط وفيها اللي عنده، يعني هو ده المجتمع المصري، يعني المجتمع المصري يعني معمول زي النسيج بتاعنا، فاحنا كده عندنا نسيج حلو، كلنا شبه بعض، كل الأسر دي هي الأسر المصرية، هي المجتمع المصري، كلنا شبه بعض. وعشان كده لما بيكون في هذا الحوار على الإفطار، يعني أنا مثلا عجبني كمان يعني الغارمات وسيدة من الغارمات اللي كانت تتحدث مع السيد الرئيس، وهنا توقف السيد الرئيس عشان يعرف منها التفاصيل، مش يعرف منها التفاصيل بس لمجرد معلومات، هو عايز يطمن عليهم، لأن هي في أعداد كبير من الغارمات، وإن شاء الله ما يبقاش في غارمات تانيين أبدا، وإنه بيتم الإفراج عنهم علشان كمان الدولة مقدرة الظروف الصعبة. لكن في نفس الوقت هي نفسها قالت إن إحنا بنجيب حاجات فوق الطاقة، فكل ما نبقى إحنا بطاقتنا وقد ما نقدر نعيش والله بتعدي، قد ما نقدر نعيش. تخيلوا السيدة الغارمة دي يعني بتتحدث بمنتهى كده، يعني نقول إيه، يعني هي بتكلم السيد الرئيس بتقول له أنا كان عليا 45,000 جنيه 75 سنة، يعني حاجة يعني أرقام، وطبعا هي يعني مش عايزة أقول النية طيبة، أكيد النية طيبة، بس أحيانا النوايا الطيبة ممكن تضرنا. ما هو أنا مش عشان أجهز بنتي وإن أنا أبقى قدام العيلة التانية عاملة اللي عليا وزيادة ويقولوا جابت وجابت وجابت، وبالتالي أبقى فوق طاقتي، وفي النهاية هي ضرت نفسها وضرت أسرتها. إن شاء الله ده يعني يبقى مثال علشان ما يحصلش تاني، لأنه كمان في ناس بتستغل الحقيقة البسطاء، يقول لو تعالى تعالى خد اللي أنت عايزه، شيل يلا شيل التلاجة والغسالة وقط الأطفال وقط المسافرين وكل الحاجات، وخد خد واعمل وهات واشتري، وبعدين تلاقي نفسها بتمضي على وصولات أمانة وهي اللي بتدخلها للسجن. فإن شاء الله ده ما يحصلش. وطبعا حرص السيد الرئيس إن هم يكونوا موجودين على الإفطار ليه؟ لأنه أنت عندك نماذج كتير في أسرتك المصرية، زي ما قلت لحضراتكم أسرنا المصرية فيها نماذج كتير، والنماذج كلنا واحد،
واحد، ربنا خلقنا كلنا يعني مختلفين، لكن في النهاية إحنا كلنا واحد، والإيدين في إيدين بعض بنعدي. يعني إيه؟ القوي يشد الضعيف، والضعيف كمان يبقى أقوى، والدنيا تعدي بشكل أو بآخر. أنا بحب هذا الشكل من الإفطار، إنه يكون فيه كده الناس تحس كده إنه رئيس الجمهورية بيطبطب عليهم. هو بيطبطب عليهم مرتين، مرة كرئيس جمهورية بدولته بالحكومة، بإن إحنا معاكم والدولة معاكم والشعب معاكم والناس، والمرة التانية علشان الظروف الصعبة اللي كلنا بنعديها. لما بتلاقي رئيس جمهوريتك كمان هو زيك، هو قاعد على نفس الترابيزة اللي انت قاعد عليها، بياكل من نفس الأكل اللي انت بتاكله، هو كمان في نفس الأزمات اللي احنا موجودين فيها. مفيش حد عايش في برج عاجي، مفيش حد أبدا عايش في برج عاجي. هنا طبعا زي ما انتم شايفين الحوار من القلب، ومائدة إفطار حلوة، والناس قاعدة بالأطفال والكبار ومختلف الأعمار. وأنا بصوا مثلا على الطفل ده، تحس كده في إشراقة، في لطافة، الطفل حتى لابس ملابس لطيفة، في كده أمل، في حياة. وهو هنا الرئيس حرص إن هو يقول لهم يعني خليكوا عيشوا بالأمل. حوار مفتوح كان مع المواطنين زي ما قلت لكم بمدينة الأسمرات، وطبعا الحضور عدد من القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب. وأنا سعيدة إنه أعضاء مجلس النواب يكونوا موجودين في هذه النوعية من الحوارات، وأيضا من الأسر. هم دايما موجودين لأن هم كمان بيخدموا الشعب وبيخدموا الأسر دي، بيعرفوا هم عن قرب، بيعرفوا مشاكلهم. وهنا طبعا الحوار زي ما انتم شايفين اتسم بالوضوح والصراحة، ودي عادة السيد الرئيس طبعا زي في كل حواراته مع أبناء الشعب المصري. أكد كمان رئيس السيسي مواصلة الدولة العمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل كبير، وركز كمان على أنه الهدف من المشروعات التنموية الجديدة هو خلق فرص عمل للشباب. والله أنا قلت الكلام ده كتير وأنا بمشي، نطلع المحاور وننزل، يعني ألاقي نفسي كده بقول إيه، يعني كمية الشباب اللي بقت بتشتغل في المشروعات دي، كمية شباب يعني كتيرة جدا. وإحنا شبابنا أولى يشتغلوا في بلادنا في مشروعاتنا، يبقوا معانا في حضن أسرهم وعائلاتهم، يتعب شوية يروح هنا يروح هنا، أهو مشروع ورا مشروع، هتلاقي أنت في يعني الشباب بيشتغلوا. والله أنا أحيانا وأنا بحب، معرفش دي عين الصحفي أو الإعلامي أو المذيع، بحب أبص دايما طول ما أنا ماشي، فلاقي مثلا مطلوب أنسات للعمل، مطلوب شباب للعمل، فبحس أنت ما عندكش مشكلة، أنت عندك بس مشكلة أن الناس تشتغل بجد. فطبعا اعتقد ان الفرص دي اللي موجوده بتحرص على ان يكون في فرص عمل للشباب، وده كمان في ظل الحاجه لايجاد 1,000,000 فرصه عمل جديده سنويا. ده رقم احنا محتاجينه. انت عايز طبعا، لان احنا العدد الكبير، واحنا عارفين ان مصر دوله شابه، يعني انت نسبه تعداد الشباب اكبر بكتير من نسبه التعداد الاكبر سنا، فبالتالي انت عايز تجد فرص عمل للشباب اللي هو كمان بيبني وبيعمل اسر بكره. تحدث أيضا السيد الرئيس عن مشروعات الإسكان وخطط الدولة لتطوير التعليم خلال الفترة المقبلة، ودي أيضا نقطة مهمة. يعني مثلا هاخد مثال، أنت موجود في الأسمرات هنا، ولما أنت موجود تخيل أنت الطفل اللي بيتعلم في الأسمرات أو ما يشابه من هذه المدن الجديدة أو الأحياء الجديدة اللي موجودة في مصر، أنت طفل بتعلمه، بس مش بتبذل المجهود الكبير قوي على طفل كان عايش في عشوائيات بلا معنى، لأن الطفل هنا بيركز، عنده بيئة نظيفة، عنده هواء نظيف، عنده بيت معقول، عنده بلكونة يطلع فيها، عنده يعني ساحة يلعب فيها، عنده مركز يلعب فيه. فبالتالي لما انت تيجي تعلمه تبذل مجهود أقل، وهو كمان يبقى أحسن. ركز كمان السيد رئيس في حواره معاهم مع المواطنين بمناسبة الإفطار، وركز كمان على التكاتف والعمل المشترك وتحقيق مزيد من التقدم والنمو لمصر، ومطالبته دايما للشعب المصري إنه يبقى إيد واحدة علشان نحقق التقدم. وهي فكرة بإيد واحدة دي معروفة، لأنه ما فيش حد على فكرة أبدا فكرة اللي هو الوان مان شو، اللي هو أنا لوحدي ومن بعدي الطوف، مفيش الكلام ده. كل ما اشتغلنا إيد في إيد، كل ما اشتغلنا مع بعض في إيد في إيد، بنعمل شغل أفضل. هو أنا أطلع كده كمذيع أقدر أدخل الاستوديو وأنور الدنيا وأتكلم؟ ما ينفعش. لو ما كانش معايا زمايلي السادة المصورين واللي موجودين والبروديوسر والمخرج والناس، مش ممكن نطلع شغل. فهي فكرة الإيد الواحدة، الفريق الواحد، هو ده اللي بيعمل شغل. وصدقوني بيبقى الشغل طعمه مختلف، كل ما كنا إيد واحدة مع بعض بيبقى الشغل أحلى، وبيبقى الشغل كمان فيه إتقان أكتر.
السيد الرئيس حرص كمان على انه يطمن المواطنين، والتطمين ده مهم قوي. كل ما التقيت انت بافراد الشعب، كل ما التقيت بكل افراد الشعب بفئاتهم المختلفه وفئاتهم البسيطه قبل الفئات الاخرى، لان الناس البسيطه بيبقى عندهم قلق، الحال على القد والفلوس على القد، فلما يقعد مع رئيس الجمهورية ويلاقيه قاعد يكلمه على أحوال المعيشة يطمن، وده مهم، يحس بالأمان ويرجع كده يقول لا والله الدنيا بخير وحنكمل وحنعمل. إحنا شعب بنحب نطمن بعض، فكرة الطبطبة والتطمين هي مش فكرة مجرد كده كلام أبدا، الكلام الصادق بيوصل للناس، لكن الناس لما تحس ان انت مهتم بيها، ان انت داعيهم على الافطار، ان انت قاعد، انك بتكلمهم، بيكملوا العمل وبهمه هم وعائلاتهم وولادهم. وكمان بيتكلم كمان هنا السيد الرئيس عن انتقال الناس وحياتهم الجديده والمساكن الجديده، وطبعا بالذات الاسمرات. وانتوا لو تقولوا زي ما قلت لكم في البدايه، لو كنا نفكر في الحلم ده انه يعني نقلنا الناس وبعدين بدأ حي الأسمرات وما شابه من هذه الأحياء والمختلفة في محافظات مصر والمدن الجديدة، وبعدين أنت النهاردة خلاص استقرار والناس قاعدة بتفطر وبتتكلم بعد ما عدت على التجربة. في سيدة يعني فاضلة كانت بتتكلم، والسيدة دي الحقيقة وهي بتتكلم مع سيد رئيس أنا لاحظت الابتسامة موجودة على وشها. ابتسامة دي مش مجرد ابتسامة عادية، هي طبعا أكيد سعيدة أن هي بتتحدث مع رئيس جمهوريتها، لكن هي سعيدة لأنها مرتاحة. هي ست حاسة أن هي مواطنة لها قيمة في البلد، مرتاحة، طالعة من بيت شايفاه أنه بقى مناسب وجميل، وعايشة هي في أسرتها في مكان نظيف ولطيف، الولاد بيتعلموا بشكل مختلف. فبتقولك ما كناش نحلم ولا ممكن نحلم، وده اللي أنا شخصيا بحلم بيه. أنا منتظرة مثلا ما أشوف نتيجة نقل أهالينا البسطاء وأهالينا في الريف ونقل الريف المصري في المشروع العظيم اللي بيتم، شوفوا الدنيا هتبقى عاملة إزاي. شوفوا إحنا الأسمرات لما كانت بتتبني كناش متخيلين إن إحنا هنقعد القعدة دي. أهي السيدة أهي، لو نرجع تاني لو زميلنا عمرو يرجع لنا الصورة، السيدة أهي والابتسامة اللي كانت موجودة على وشها، لأنه كل أنت ما طمنت الناس، كل ما عاشوا في أماكن يعني أفضل، وكل ما عاشوا في بيئة أفضل. شوف السيدات الفضليات قاعدين إزاي مبسوطين، هي النهاردة جاية من الحي بتاعها معزومة على الفطار من دعوة كريمة من رئيس الجمهورية، قاعدة هي وأسرتها وناسها. مفيش أحلى من كده، لأنه أنت كده كمان بتقول لهم أنت مواطن محترم كريم وأنا بحترمك. والستة هي بصوا الصورة سعيدة مبتسمة، هي لا بتمثل ولا بتقول كلام، هي بتقول كلام من القلب، وستة بسيطة وبتقول اللي هي حاسة بيه. حتى لبسها، اللبس اللي هي لابساه لبس ينم على ان هي سعيدة، يعني طرحتها الجميلة باللون الوردي ده فيه بهجة، هي مبتهجة، يعني هي جاية سعيدة وحاسة إنها محققة ذاتها. والله الست المصرية كريمة وتستحق أن يعني نسعدها بكل الكرم. تفقد كمان السيد الرئيس كمان حاجة لطيفة جدا، معرض الأسر المنتجة بحي الأسمرات، لأنه الأسر بتشتغل وعندهم اللي بيعمل تريكو، اللي بيعمل حاجات على الإيد، اللي بيعمل بعض نقول إيه المشروعات الصغيرة اللطيفة اللي بيعملوها الأسر، وتفقد المنتجات دي، ووعد كمان بتوفير كل الماكينات والمعدات اللازمة اللي بتحتاجها الأسر المنتجة. ده شيء جميل، يعني أنا شايفة النهاردة إنه هذا الإفطار كان حلو، وما حسوا إنه خلاص إحنا بقينا أسر منتجة، إحنا بقينا أسر يعني في مكان تاني، إحنا بقينا بنحضر إفطار والناس بتهتم بينا. فتحية للأسر وتحية لكل أسرنا المصرية البسيطة وكل الأسر، وزي ما قلت لكم رمضان شهر التكافل والرحمة والتكامل، وسيد الرئيس النهاردة الحقيقة أدخل السرور والبهجة والإطمئنان على أهالينا وأسرنا المصرية في حي الأسمرات. تعالوا نروح لفاصل ونرجع نواصل معكم باقي فقراتنا في التاسعة، عودوا إلينا. أعتقد يوم جميل النهاردة والناس بتفطر مع السيد الرئيس الإفطار الأسرة المصرية في حي الأسمرات. أكيد مزيد من التفاصيل، خلينا كده يعني ناخد مزيد من التفاصيل ونشوف كمان كيف كان هذا اللقاء والتفاصيل اللي كانت موجودة فيه. الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، مساء الخير على حضرتك. مساء
سنون استاذ شفقي، اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه وسهلا مشاهدينا. وحضرتك طيب وبالف خير. النهارده افطار الاسره المصريه مع السيد الرئيس كان الحقيقه افطار، يعني احنا لو قلنا لو كنا حلمنا من سنوات انه يبقى في هذا الحي وبعدين يبقى الحي يتم استقراره والناس تبقى بهذه الاريحيه زي ما شفناها وبعدين يتم دعوتهم على افطار في حضور السيد الرئيس. كلمني على يعني هذه النقله الخاصه بالاسره المصريه. سؤال يعني منطقي ان احنا نبتدي بيه يا استاذ شفقي، وخلينا نقول ان في 2011 في مطلبين رئيسيين للمصريين، مطلب يتعلق بالعداله الاجتماعيه ومطلب يتعلق بالكرامه الانسانيه. النهارده على ارض الواقع مين فينا واحنا صغيرين ما كانش بيمر على هذه المناطق الخطره، البؤر الخطره في المناطق العشوائيه ويتاذى؟ وشفنا ازاي قبل 2011 البعض استغل ذلك في الانتاج الدرامي، وازاي البعض عالج اشكاليات هذه المناطق بصوره لا تعكس يعني حقيقه وجه مصر الحضاري. ومن ثم احنا كنا مطالبين ان احنا نعمل هذه النقله، مش بس عشان نقول او نحسن من صوره وجه مصر الحضاري، ولكن علشان ندي حقوق لقطاع من المصريين لطالما اهدر على مدى سنوات طويله. الحقيقه ان ده مش متعلق بالمباني بس، لكن متعلق بالتنميه والعمران. مفهوم التنميه والعمران في الدوله المصريه مفهوم مختلف، ويمكن ده بيتشابك مع العديد من المبادرات. يمكن ان احنا النهارده شفنا مبادره جيل جديد اللي طلع منها الطفل يوسف عبد الله، لكن ده في اطار مبادرات اكبر زي مبادره حياه كريمه، زي المبادرات اللي بيقوم بها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. كل ده بيقول الدوله المصريه ازاي بتنتقل لمعالجه مشاكل اهالينا في المناطق الاكثر عوزا والاكثر احتياجا، وازاي ان هي بتعيد تاهيل اجيال جديده. ومش بس كده، مش بتكتفي بكده، ولكن بتشجع اسر هؤلاء الاجيال الجديده القادمه في المستقبل على العمل والانتاج من خلال مشروعات للاسر المنتجه. شفنا كل ده النهارده في احتفاليه الافطار الخاصه بالاسره المصريه اللي شرفت بحضور فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حي الاسمرات مع المصريين القاطنين في هذا الحي تكريما لهم بعد سنوات طويله من المعاناه التي رزحوا تحتها العديد من الاشكاليات على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، ادت الى تشويه العديد من قيم الانسان المصري الحقيقيه. ويمكن كل الجوانب دي تطرق ليها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره مع الاسره المصريه للقاطنين في حي الاسمرات. طيب سؤال برضو، يعني يمكن واحنا برضو في حضور هذا الافطار الخاص بالاسره المصريه، خليني كمان اقول فكره انه الدوله ما بقتش بس بتعمل، يعني احنا بنقيم حي ونقيم مدن سكنيه ولكن بتفكير مختلف. يعني بمعنى ايه؟ يعني انت مش بس بتهتم بالسكن اللي هيسكنوه الناس، انت بقيت تهتم طب الناس هتعيش ازاي؟ طب هيتعلموا ازاي؟ طب صحتهم هيعملوا فيها ايه؟ طب الستات تشتغل ايه؟ وده يعني النتيجه دي بنشوفها النهارده لما نشوف الاسر بقت بتنتج، وبقى في معرض، وبقى في يعني حاجه يقدروا يعرضوها نتيجه لان هم بقى عندهم يعني عمل بيعملوه. فالفكر ده اللي بقى مختلف في انك بتقدم خدمات شامله ومختلفه. اللي حضرتك بتقوليه يا استاذ شفقي في منتهى الدقه يتعلق بمفهوم التنميه الشامله اللي الدوله المصريه بتنهجه تجاه قطاعات المجتمع المصري كامله. وخلينا نقول اكثر، ان البعض بيتحدث عن ان الاهتمام بالطبقه الفقيره او الطبقه الاكثر عوزا في المجتمع بيجي على حساب الطبقه الوسطى والطبقه الاكثر غناء، لكن خلينا نقول الحقيقه ان هذه الطبقه اهدرت حقوقها على مدار سنوات عديده بما اضر بقطاعات هذه الطبقة، سواء المرأة، سواء الشباب، سواء النشأ، سواء الأطفال. ويمكن احنا النهارده شفنا سيدة من السيدات الغارمات بتقول الحكم عليها كان يبلغ حوالي 70 سنة والمبلغ اللي كان عليها كان قد ايه، وازاي ان فخامة الرئيس بقرار الدفع المبالغ للغارمين والغارمات قبل حلول شهر رمضان والإفراج عنهم لحضور شهر رمضان في أسرهم، ازاي ده كان ليه مردود طيب، وان هي بتحذر باقي قطاعات المجتمع من أثر الاستدانة بدون وعي ما يضر بمستقبل الأسرة الاقتصادي. الدولة المصرية تقترب هذا الاقتراب وهذا المدخل المهم من الأسرة المصرية اللي كانت بتربح كثيرا تحت إشكاليات المناطق العشوائية وبتشكل بؤر خطرة. شبابها ونشأها كانوا بيشكلوا بؤر خطرة، وشفنا ده في أحداث 2011 وإزاي تم استغلال هذه البؤر لتهديد المجتمع كله. النهاردة احنا بنشوف النقلة الكبيرة اللي بتحصل في هذه المناطق، وإزاي الأسر دي
بقى في قطاعات منتجه ممثله في الاب والام يمكن ان يشاركوا فيها المشروعات الخاصه بالاسره المنتجه. وشفنا سياده الرئيس بيتعهد بانه يتم تسهيل كافه الخدمات وتسهيل كافه الاجراءات من اجل نمو هذه المشروعات بما يحقق العائد الامن لهذه الاسر في المستقبل. شفنا الاهتمام بالاجيال الجديده، مبادره جيل جديد، وازاي الاهتمام بتربيه النشء في هذه الاسر تربيه مختلفه قوامها تحقيق بناء انسان كامل، انسان ومواطن مصري صالح. شفنا فخامه الرئيس وهو بيتحدث الى هذه الاسر عن المكون الثقافي، وان انتوا ازاي ينبغي ان احنا نحسن اللغه التي نتعامل بها مع بعض، وانه بات لا يليق بالمجتمع المصري بعض المصطلحات وبعض العبارات التي يمكن ان تشكل وصمه في شكل هذا المجتمع في المستقبل. اذا احنا بنتحدث عن رؤيه شامله لتنميه المواطن المصري في اطار المشروع التنموي والعمراني المصري الكبير اللي بتشهده ده جمهوريه مصر العربيه. الحقيقه ان القضاء على المناطق العشوائيه والقضاء على البؤر الخطره في هذه المناطق مش بس في الاسمرات، خلينا نقول ان ده موجود في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه اللي الدوله المصريه تمكنت بالفعل من القضاء عليها بالكامل. وده كان احد احلام فخامه الرئيس، فخامه الرئيس طالما كان يحلم بالقضاء على هذه البؤر اللي كلنا كنا بنتمنى ان هي تزول لكي يغيب المبرر اللي كان كثيرين بينتهجوه ويهاجموا من خلاله الدوله ويهاجموا تقصير الدوله تجاه هذه الطبقات. ربنا كبير وربنا قدر الدوله المصريه ومسؤوليها على المضي قدما في هذه المشروعات التنمويه، وربنا يحفظ مصر ان شاء الله. اكيد. انا بشكرك جدا الكاتب الصحفي احمد ناجي امحه، رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه، بشكرك شكرا جزيلا. هتظل ايضا يعني الحوار النهارده اللي موجود في افطار الاسره المصريه هو حوار فيه وضوح، فيه مكاشفه، فيه مصارحه، فيه تلقائيه وعفويه، سواء من السيد الرئيس طبعا ومن الناس، فعشان كده الحوار مهم. خلينا نكمل مزيد من التفاصيل كده وناخد عناوين مهمه من الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم. انا عايز ابدا مع حضرتك من السيده المتحدثه اللي هي من نموذج من الغارمات واللي كانت بتتحدث مع السيد الرئيس. الحقيقه انا وقفت عند الارقام اللي بتقولها 70 سنه احكام و45 الف جنيه هي اللي كانت يعني غارمه بيهم. طيب احنا دورنا هنا ايه؟ يعني بعد ما نسمع ده بعد ما نسمع الكلام ده احنا دورنا ايه؟ يعني دورنا في الاعلام ايه؟ هل دورنا ان احنا بقى نبدا مثلا نعمل توعيه للسيدات دول ان هم عن الجواز وازاي تجهز اولادها؟ هل دورنا كمان في الدراما ان احنا نعمل مثلا البطله تكون من الغارمات؟ يعني لازم يكون لنا دور لما يكون في يعني لسه في ناس دماغها بتفكر بشكل ممكن يأذيها اولا. ده سؤال في غايه الاهميه، لانه ناس كثيره للاسف بتتعامل مع هذه المساله باعتبار ان هم الناس هتعمل كما تشاء وتاخد السلف والقروض اللي هي مش هتقدر تسددها، وبعد كده هتيجي الدوله او مبادره او حد ما هيدفع الفلوس دي. صحيح. وده امر يعني اذا حدث مره او اثنين او ثلاثه او عشرة صعب ان حد هيقدر يدفع الفلوس كلها للناس كلها في وقت واحد، والا ما كانش يبقى عندنا مشكله من الاساس، لان الفلوس لو موجوده كانت الامور هتبقى افضل يعني. لكن في واقع اقتصادي صعب في المنطقه وفي مصر ومش كل الناس معاها فلوس زي بعضها، وبالتالي الجزء ده مساله عميقه جدا في الوعي، كيف يمكن اقناع الناس ان هي يعني ما تاخدش قرض الا لما تكون عارفه انها تقدر تسدده. صحيح. بمعنى انه عدد كبير في احياء شعبيه والناس قد تكون غير قادره، لكن بتروح بسبب تقاليد اجتماعية وثقافية صعبة جدا وغلط جدا، بياخدوا قروض شديدة جدا لشراء مثلا الشبكة بالنسبة للفتيات. صح. في حي شعبي مثلا، وبتجيب حاجات كتيرة جدا البيت مش محتاجها فعلا يعني. صحيح. ما كنتش مصدق ان ممكن حد يشتري يعني في ظروف اقتصادية صعبة ويشتري جهازين مثلا من كل حاجة. صحيح. او يشتري عدد كبير معرفش من. ايوه، لانه هنا كمان استاذ عماد احنا بنتحدث هنا عن عادات وتقاليد جوه البيوت مغلوطه وبتاذيهم، فلازم احنا ندخل نشوف ايه العادات والتقاليد دي ونعمل راي عام نتكلم فيها علشان هي اللي بتاذيهم. انا اتفق معاك تماما، الاعلام بكل ادواته، المجتمع المدني، الجامع، الكنيسه. صحيح. قصور الثقافه، كل الحاجات دي يفترض ان هي تتكلم، لانه لازم توصل للناس ان ده غلط.
صحيح. يعني الناس كل واحد يعيش بالطريقه اللي هي تناسب دخله، لانه لو الناس قررت هذه، يعني كويس جدا ان الرئيس السيسي والدوله وبعض القادرين بيتدخلوا في مرات كثيره ويتم دفع الفلوس والناس بتطلع. لكن طيب ماذا لو قرر كل الناس انهم يعملوا زي الغارمين على امل ان حد هيجي يدفع لهم الفلوس؟ مش هيحدث للاسف. صحيح. وبالتالي الناس هتدخل في مشاكل كبيره جدا، او هيقضي سنوات من عمره ورا القضبان. وبالتالي انا اتصور ان دي فرصه انه الناس تبتدي تاخد بالها ويوصل لها ده، يعني يوصل لها عبر الاعلام، عبر المسلسلات، عبر الافلام. صحيح. عبر رجل الدين في المسجد وفي الكنيسه بكل الطرق، زي فكره تنظيم الاسره بالظبط. ما احيانا للاسف الشديد الرسائل لا تذهب الى من هو مستهدف بالرساله. صحيح. يعني انا مش يعني ممكن احنا بنتكلم مع حضرتك على البرنامج، بس محدش من الناس دول بيشوف البرنامج. صح. فبالتالي اشوف فمش واصل لهم هم، هي الوسيله الصح. صحيح. عشان اقدر اوصل للناس دي. اكيد. طيب فكره النهارده كمان انه الرئيس طالب حتى الاطفال، الطفل اللي كان بيتحدث مع سيد الرئيس عن الحلم، الناس زمان اللي كانوا موجودين في احياء مختلفه ما كانش عندهم فكره الحلم، كان هيحلم ازاي؟ هو كان البيئه اللي هو كان عايش فيها قاتلة لأحلامه. لكن دلوقتي لما اتنقل وشفنا إحدى السيدات الفضليات اللي كانت موجودة في الإفطار، كانت بتتكلم بأن هي مش مصدقة أنه الدنيا اتغيرت. إزاي أنا أقدر كمان، يعني أنا سعيدة أنه في مشروعات صغيرة، وأن كان في معرض النهاردة، وأن السيد الرئيس وعد أنه يساعدهم في عدد من الإمكانيات المختلفة. هل ده كمان نقطة نقدر نقول أن هي بتاخد كمان موضوع المشروعات الصغيرة اللي ممكن تزيد في مصر في أحياء كتيرة قوي، وبالتالي تقدر كمان تدفع الاقتصاد المصري لمنطقة تانية؟ يعني طب خلينا نفرق طبعا بين الأحلام وبين الواقع. المهم جدا أنا فاكر الرئيس قال أكثر من مرة إن كل حاجة كبيرة بتبدأ بحلم أو بتبدأ بفكرة، وده شيء مهم جدا. اللي تغير في الأسمرات إن الدولة خدت قرار إن هي تتحمل المسؤولية وتنقل الناس وتبني لهم مساكن آدمية وخدمات كتيرة محترمة، وبالتالي حصلت النقلة دي، وبالتالي يمكن للناس إنهم يبتدوا يشتغلوا ويفكروا بمشروعات صغيرة ومتوسطة. فبالتالي النقلة ما بتجيش فقط من التخيل فيه، لابد من طرف ما هي الدولة أو رجال أعمال أو المجتمع مدني أو مبادرة معينة تقدر تتقدم. وبالتالي المشروعات الصغيرة حاجة مهمة جدا، وفي دول كبيرة جدا بدأت بالنهضة بتاعتها بالمشروعات الصغيرة وكانت رائدة في هذا الأمر، بس ده بيبقى محتاج كمان تخطيط. لأن أنا لما هدي على سبيل المثال قروض لناس هتبتدي مشروع صغير، لازم انا كبنك بضامن الفلوس دي هترجع لي، الفلوس دي فلوس موضوعين طبعا، فلازم ابقى مخطط كحكومه عامل اطار. يعني بالظبط زي ما حضرتك قلت، خلينا نتكلم ان هي تبقى خطه، لان انت عندك بالضبط. مدن كتيره، عندك مشروعات صغيره كتير، انت بتشتغل دلوقتي في وسط ازمات عالميه، فانت المشروعات الصغيره بالنسبه لك بقت حتميه، فكل ما تبقى خطه كبيره محطوطه الكل ممكن يستفيد منها. طبعا اتفق معك تماما، والتخطيط في منتهى الاهميه في مثل هذه المشروعات، لان الناس بتفتكر احيانا ان كلمه مشروع صغير ان اي حد تطلع في دماغه يروح رايح البنك واخد اي مبلغ من اول 5000 جنيه لحد مليون ويبتدي المشروع. طيب ماذا لا قدر الله لو فشل هذا المشروع؟ وبالتالي المفروض في تصور عام، اتمنى ان تبقى في هيئه ما او وزاره او مؤسسه عامله دراسات جدوى الحاجات دي، بحيث المواطن يبقى عارف ان هو لما ياخد الفلوس دي هيشغلها ازاي وهتنجح ازاي، عشان يقدر اولا يرد الفلوس دي لاصحابها اللي هم المودعين، وثانيا ينجح المشروع بتاعه ويتقدم. اكيد مفيش مشكله ان في 5 او 10% اتعثروا، لكن نبقى عارفين ان الاغلبيه من الناس اللي هياخدوا القروض دي هيبتدوا عندهم مناخ وبيئه وسياسات تساعدهم على النجاح والانطلاق لقدام. أكيد. عنوانين، يعني آخر عنوانين أستاذ عماد، لماذا اختار السيد الرئيس اليوم أن يكون إفطار الأسرة المصرية في رمضان هذا العام في حي الأسمرات؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، يعني أيضا السيد الرئيس حرص على أنه يطمن الناس في حي الأسمرات وبالتالي الناس بشكل عام على الأحوال المعيشية. طبعا في ظن الشخص، يعني انا بجتهد لا املك معلومات، الاختيار موفق تماما ان يبدا الرئيس اول افطار للاسره المصريه هذا العام في حي الاسمرات، بيدي رساله للناس ان يعني رئيس الدوله ومصر كلها معاهم،
لا يفرق بين ان هو بيروح حي راقي ولا حي شعبي ولا حي متوسط. الرساله لما تيجي تطلع من الاسمرات والفطار مع الناس والجوله اللي عملها السيد الرئيس في معرض الاسر المنتجه دي اللي احنا شفناهم السيدات اللي عاملين مشروعات كتيره، حاجه رساله امل جيده للجميع ان الناس ممكن تشتغل وتبني. فانا اظن ان الرساله في ظل التوقيت ده والظروف اللي بتمر بها المنطقه كلها ومصر والازمه الاقتصاديه، انا اظن رساله جيده انه يكون بدايه الافطارات او الافطار السنه دي يبدا من الاسمرات مش من اي مكان تاني. اكيد اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، اشكرك شكرا جزيلا. زي ما قلنا كده وزي ما بنتابع مع حضراتكم، احنا نخلص الحقيقه من هذا الافطار، احنا بنتكلم عن حاجات كتيره جدا حصلت، يعني بنتكلم عن يعني كان مشروع دوله، مشروع مهم لشعبنا لناسنا لاهلنا، كان حلم وتحول الى حقيقه، ومن الحقيقة بنخرج منها إلى أجيال تانية ومبادرات أخرى وأحلام مختلفة، لأنه حلم أن أنت تعيش في مكان وبيئة صالحة ونظيفة ومختلفة ده حلم، ولكن الحلم هو حلم بكرة، أنا هشتغل إيه وأعمل إيه لدولتي وأنا هبقى مين. فده اللي بيحصل دلوقتي في الأسمرات، أنه الحلم تطور وتغير. الحاجة التانية كمان أنه يبقى فيه تكاتف وتراحم وكلنا شعب واحد، وحدة واحدة، هي مصر كده، مصر وحدة واحدة، مختلفة، فئات مختلفة، طبقات مختلفة، لكن كلنا ممكن نقعد على فكرة على نفس الترابيزة دي. يعني انت لو جبت شعب مصر بكل فئاته وحطيت طبق الفول كلنا هناكل منه، كلنا بنحبه، قرص الطعمية بنحبها، عيشنا البلدي بيجمعنا، احنا شعب واحد مهما اختلفت الفئات. تعالوا نرجع تاني لحي الأسمرات ونعرف بقى تفاصيل الحياة وتفاصيل الإفطار وبهجة الناس النهاردة وهم بيحضروا إفطار الأسرة المصرية. مهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، مساء الخير يا فندم. مساء النور على معانيك، وكل سنة وحضرتك طيبة، وحضرتك وحشانة كتير والله. الله يخلي حضرتك. كان نفسي أفطر معاكم النهاردة مع الناس الجميلة دي إن شاء الله المرة الجاية. مهندس حسن، كلمنا عن، أنا عايزة تكلمني عن تفاصيل حياة الناس، إزاي اتغيرت التفاصيل، إزاي الناس دي بقت مختلفة، العائلات، الشباب، حتى السيدات مبتسمات وحاسين إن هم راحوا في حياة تانية وبقوا بينتجوا وبيشتغلوا ولادهم عايشين عيشة أفضل، كلمني عن ده. والله معليك، انا قبل ما ابدا حديثي مع حضرتك بقول للسيد الرئيس يكفيك فخرا وشرفا للأوف امام المولى عز وجل مشروع الاسمرات بخلاف المشروعات الباقيه كلها كهنم. النهارده عندي 18300 اسره شاف كهنم كلهم عايشين هي الحياه اللي كل بني ادم في الدنيا بيحب ينتقل منها اليها. النهارده الست كانت بتقول التعبان والعقرب كان بيطلع يقرص ابني يموته قدام عينيا مش قادر اعمل حاجه. النهارده معاليك بقى لنا 7 سنين السلوك تمام، انطبق عليهم الناس في غايه الجمال اللي في الدنيا، سمعوا كلامنا. النهارده لغايه دلوقتي ما فيش حد فكر يغير لون البلكونه. النهارده مشغلين السيدات داخل الاسمرات، عندنا 1400 سيده بتعمل داخل الاسمرات، بنصدر سجاد يدوي حرير لاسبانيا وامريكا من الاسمرات، بنصدر ملابس داخليه للاطفال لالمانيا بقى لنا 38 شهر، بنصدر سبح للمملكه العربيه السعوديه، كل ده شغل ابناء الاسمرات. فضلا عن كده بيطلع مننا 34 باص يوميا بيطلعوا المنطقه الحره لعمل السيدات في معظمهم مصانع ملابس. اجبرنا اصحاب المصانع برضه انهم يعملوا حضانات يستحبوا اطفالهم عشان ما فيش حاجه توقف عن العمل. ودايما وابدا بقول ان الست بتاعت الاسمرات تاج على راسي. ست هي مش ست طبيعيه. ست عايزه تشوف عيالها في احسن حال. النهارده حضرتك الحضانات عندنا 1370 طفل في الحضانه. الست متضرره وهي جايه بتكلمني بضرر وبتقول لي يا حسن بيه بنتي عندها 4 سنين بطلت تخلينا ندخل الشيبسي والكاراتيه والاندومي البيت. يعني معناها ان اي ماده حافظه. منعتهم الطفله ل4 سنين. خلاص بتتعلم الطفله وبقت عندها وعي. فده فندم اكبر مستهدف لينا ان النهارده الطفل بدا يغير في سلوك الكبير. صحيح. النهارده عندنا 4000 طفل بيمارس النشاط الرياضي داخل ملاعب الاسمرات. اخذنا بطوله الجمهوريه 4 سنين ورا بعض في الكونغ فو بابناء الاسمرات. عندكم دورات رمضانيه؟
عندنا دورات رمضانية، ده الدورة بتاعت المحافظة كلها بتتعمل في الأسمرات. تمام. عندنا حاجة تانية، عندنا قصر الثقافة المعالي. قصر الثقافة الهيئة العامة لأصول الثقافة عاملة معانا شغل ما نحلمش بيه أبدا. النهاردة الأطفال هم كان عليهم شوية غبار، والهيئة العامة لأصول الثقافة نفضت الغبار ده. النهاردة عندنا رسامين، عندنا أولاد مسرح، عندنا شعر، عندنا إلقاء، عندنا كل ما انت تتخيليه حضرتك. النهارده عايزين حضرتك تزورينا مره بس يا شبكي هانم. اكيد اكيد والله. وتشوفي الدنيا عامله ايه عندنا. أكيد. ومستوى الناس بقى ازاي، والولاد مساكين، هم ما لقوش حد زمان ياخد بايديهم، اغفلهم اربع رؤساء دول سابقين، لغايه لما تداركهم السيد الرئيس خلوهم يبنوا في اماكن ذات خطوره دامه وجيولوجيه، لغايه لما تداركهم السيد الرئيس وجابهم في مكان، حتى المكان ما كانش اختيار عشوائي، ده في افضل اماكن القاهره كلها المعظم. صحيح صحيح. معلش. فاحنا بقول لحضرتك ما نوفرهوش شكر ابدا، في حاجه تكفيه شكر لانتقال الناس الاهالي، وانا بالانابه عنهم جميعا بشكره، وهنفضل نشكره مدى العمر طالما شايفين اجيال جديده جميله خارج. اكيد. انا بشكر حضرتك جدا مهندس حسن الغندور، وارجوك تنقل كل تحياتنا واحترامنا وتقديرنا لحي الاسمرات ولكل العائلات والاسر المصريه اللي بتشتغل. يعني خلينا كده نلخص سريعا ونقول انه يعني هذا الافطار هو افطار المحبه، هو افطار الحلم اللي اتحقق، هو افطار انه يعني هذا الحي الكبير اللي بقى يعني زي ما قال لي في 1400 سيده بيشتغلوا وبيقدموا شغل وبقوا بيصدروا وبيبعتوا حاجات لاسبانيا والمانيا، بيعملوا بيبعتوا سبح للسعوديه، الجيل الصغير موجود في الملاعب وموجود بيتعلم وبيغير، لانه زي ما قال مهندس حسن لما الاطفال كمان الجيل الصغير بيتعلم ويرجع بيته، لو والدته سيده بسيطه هو هيقدر كمان ينقلها، يعني هو بتعليمه ينقل الاسره كلها معاه. فانت بتتكلم على ناس بتشتغل، قوة يد عاملة محترمة جدا داخل حي الأسمرات، مش بس قوة يد عاملة والسلام، لا، منتجة ومصدرة في نفس الوقت. انت عندك ملاعب، عندك رياضة، عندك رسم، عندك مواهب، انت بتتكلم عن مجتمع مختلف تماما، وده المجتمع اعتقد انه لو حلمنا كلنا ان احنا نعمله هو ده المجتمع اللي لازم يبقى موجود في كل مكان. باقي دور باقي دور لسه على المجتمع المدني وعلينا كاعلام وعلى الدراما وعلى الغنى وعلى الفن وعلى المسرح، ان احنا ناخد بايد الجيل اللي طالع نعلمه. سيد رئيس كان بيتكلم عن اللغه المستخدمه وعن الرقي وعن اللغه والرقي والتعليم، يعني ليهم كذا حاجة، تربية في البيت، وجود في المدرسة، إعلام ودراما وغنى، المجتمع كله بيشترك فيها، ثقافة وتعليم كله مع بعضه إيد واحدة. إن شاء الله هنقدر وإن شاء الله هنكمل. تحية لحي الأسمرات، وأيضا بنحييهم، وأتمنى النهاردة إن شاء الله كان إفطار جميل، وأيضا طبعا السيد الرئيس أخصهم، وأعتقد أن رسالة السيد الرئيس وصلت ليهم، وصلت لكل الأسر المصرية. فصل قصير ونعود ونستكمل معكم فقرات التاسعة لهذا اليوم. عودة إلى الدراما المصرية اللي بنتابعها كل يوم. فنان كبير رائع قدير، الفنان الرائع حسين فهمي بيقدم دور مميز جدا في رمضان هذا العام. أولا طلة حسين فهمي في حد ذاتها تضيف لهذا العمل، ووجوده بخبرته وطلته ثقافته وحضوره تاريخه تضيف لمسلسل وتدي للمسلسل قيمة، وده اللي حاصل تماما من خلال مسلسل سره الباتع. المسلسل زي ما احنا عارفين بيدور طبعا في حقبتين وزمانين، ووقت الحملة الفرنسية على مصر، وحقبة تانية للعصر الحالي، يعني في توازي زي ما بنقول، لأنه أحيانا احنا بنقول أنه التاريخ بيعيد نفسه، ودي حقيقة، أنت تلاقي حاجات كتير جدا تتوازى معاك. علشان كده بنقول لما نقرأ التاريخ جيدا نقدر نقول ما هو ده مر علينا، ما هو ده حصل، ما احنا المصريين تعاملنا مع ده زي كده، وده اللي حاصل تماما في سر البيتع. السلطان حامد أو حامد اللي موجود في سر البيتع بقلم طبعا الأديب الكبير يوسف إدريس، هو اللي خلانا نقول إنه المصري دايما وطني وبيحب بلده وبيقدر يحافظ عليها ويبهر الغير، هو ده اللي حاصل تماما. الفنان حسين فهمي بيقدم شخصية عالم فرنسي، فطبعا لا جدا على حسين فهمي، مش بس عشان شكله ولكن
خبرة حسين فهمي في التمثيل والأداء وإنه يبقى طالع كمان بيأدي بثقافة، ثقافة الفنان هنا بتبقى مهمة، لأنه كل حاجة بيقولها في الدور ليها بقى إيه خلفية عنده. خلينا ناخد معانا طبعا الفنان القدير الرائع حسين فهمي وندردش معاه ونكمل الكلام ونشوف سر الباتع بتاع حسين فهمي في التألق دايما عامل إيه. الفنان حسين فهمي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب دايما يا رب. كل سنة وانت طيب. الحقيقة أنا يعني بحييك على وجودك في هذا المسلسل ووجودك له إضافة كبيرة. أنا فاكرة كويس قوي مشهد من المشاهد في المسلسل وانت بتتكلم على السلطان حامد، بتتكلم بمنتهى وخلتنا حتى ندمع. يعني أنا عشت معاك وتخيلتك راجل فرنسي وإزاي تأثرت بهذه الشخصية المصرية الرائعة. كلمني عن المسلسل وعن هذا المشهد. هو طبعا من المشاهد اللي بنسميها احنا ماستر سينز عندنا، وبتتكلم على شخصية راجل فرنسي عالم مفكر جاي مع الحملة الفرنسية، عرف المصريين وابتدى يتقرب ليهم وحبهم، عرف هذه الشخصية الوطنية اللي بعد كده بقت زعيمة، وهو كان بيقول ده ما كانش زعيم، ده راجل فلاح بسيط، ومع ذلك أصبح زعيم، وبعدين في الآخر تطور الأمر إلى أنه هو بقى رمز للمقاومة. فدي شخصية موجودة في حياتنا كتير جدا من الفرنسيين اللي جم مع نابليون استقروا في مصر، كتير جدا من الجنسيات المختلفة اللي جت من الإغريق اللي جم واستقروا في مصر، من الرومان اللي جم واستقروا في مصر، كل حد جاء مصر حبها وعاش فيها واستقر فيها. فدي شخصية بالنسبة لي كانت مثيرة جدا، وسعدت جدا ان المخرج الكبير خالد يوسف عرضها عليا، مستمتعت جدا بالعمل معاه واستمتعت جدا بأداء الشخصية. وبعدين طبعا الحملة الفرنسية في ذهننا بشكل كبير جدا، لها جوانب كتيرة، لها مناظير ممكن ناخدها من اكثر من منظور. في ناس اخذتها على انها حملة استعمارية، في ناس اخذتها على انها حملة جابت لنا حضارة مختلفة ساعدتنا في أشياء كثيرة، من ضمن اكتشافاتها طبعا حجر مهم جدا، حجر رشيد طبعا. فلها وجهات نظر مختلفة الحملة. وجهة النظر اللي بتتعرض في الفيلم هنا في المسلسل طبعا في جزء كبير جدا جاي من يوسف إدريس الصديق العزيز والكاتب الكبير، لكن خالد طبعا أضاف ليها الجانب الحديث العشر سنين اللي فاتوا في حياتنا اللي شفنا فيهم صورتين. عمل توازي، يعني هو عمل توازي ما بين القصة والمصري الوطني طول الوقت، وهنا التوازي انه المصري لا يتغير في وطنيته ابدا، لا يتغير، لان كمان لما بيقع تحت القهر المصري بيسور، ودي النقطة المهمة اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبيعرضها خالد يوسف من خلال المسلسل، ان احنا مرينا بقهر من المستعمر الفرنسي، وبعدين مرينا بقهر وعنف شفناه بشكل شديد جدا من جماعات، يعني شفنا حصل ايه في السنين اللي فاتت. صحيح. من دمار وتدمير وارهاب وعنف من الشعب للشعب نفسه، يعني الشعب المصري الحقيقي. يعني حقيقي أنا الحقيقة كمان بحييك، لأنه وجود حد بخبرة حسين فهمي، يعني وأنا بتابعك في مشاهد كتيرة بحس أنت مش بس بتقدم المشهد كأنه دور، لأ هنا في كمان خبرة الفنان، خبرته، ثقافته، رؤيته، رأيك أيضا، يعني كل ده كان واضح في المشاهد اللي بتقدمها. عشان كده وجود فنان له هذا الخبرة والتاريخ والمعاصرة أيضا لأحداث كتير بيبقى مهم قوي ومؤثر قوي في الأحداث دي. هو مفيش شك طبعا ان اولا اختيار خالد يوسف ليا، وبعدين طرحه عليا هذه الشخصيه واستمتاعي انا بالعمل معاه، لان هو مخرج قدير جدا، المجهود اللي حطه في المسلسل خيالي، وممكن حضراتكم تشوفوه طبعا على مدى الحلقات اللي فاتت ولسه الحلقات القادمه كمان، في مجهود كبير جدا 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 اتحط في العمل، في مئات ومئات من الكومبارس اللي اشتغلوا معانا وكانوا ممتازين، كل الستاف اللي اشتغل غير الفنانين الكبار الممثلين العظام، كل واحد بيلعب دوره
بكل الحب، الممثلين الجداد الصغيرين ممتازين جدا. صحيح. كل اللي ورا الكاميرا بقى من المساعدين ومن الملابس ومن التصوير، يعني حاجة في الحقيقة ممتازة يعني. سامح طبعا، ويعني كمان الكادرات الحقيقة كلها أحلى من بعض في سينما كبيرة. رائع يعني. احنا بنشوف لك مشاهد رائعة دلوقتي على الشاشة، وخلينا كده نمتع المشاهدين بمشهد ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. هنعمل ايه سيدي الجنرال؟ المهلة هتنتهي كمان شوية. خرجوه من الزنزانة واستعدوا الإعدام. لا، إعدام الشيخ لا، الراجل ما ارتكبش أي جريمة عشان يتم إعدامه. ما تتجاوزش حدودك أكتر من كده. يا جناب الجنرال، ممكن حامد يكون هرب لبعيد وما وصلوش الخبر، يديله فرصة، يمكن لما يوصله الخبر يسلم نفسه، مفيش داعي نرتكب حماقة جديدة. قلت لك حاسب على كلامك. يا جناب الجنرال، مش أنت الوحيد المسؤول عن الحفاظ على الجمهورية الفرنسية ومبادئ ثورتها، كلنا شركاء في ده. إلا في المعارك، القائد بس اللي كلمته تتنفذ. ده صحيح، بس بعد مشاورات. مع القادة، مش مع العلماء والمفكرين. إذا كانت جمهوريتنا نفسها اتأسست على كتاب لواحد من المفكرين دول. دي فلسفة فارغة يا كليمو. جان جاك روسو والعقد الاجتماعي مش فلسفة فارغة، سمعة الجمهورية مسؤوليتنا كلنا. أنت بالفعل تجاوزت كل حدودك، وأنا ممكن أصدر قرار حالا بترحيلك، وبقى أروح لبونابرت القاهرة أقول له الكلام ده. بونابرت نفسه محتاج حد يراجعه، في سلوك عنيف للحملة ابتدى يتنامى، ولازم حد يمنع استمراره. وأنت اللي هتمنع استمراره؟ وليه لا؟ بقول لك إيه يا كليمو؟ روح عيش مع روسو بتاعك ده وسيبنا نشوف شغلي. يلا جاهز. فنان حسين فهمي، واحنا بنتابع معاك المشهد ده على الهواء وانت بتتحدث عن يعني الجمهورية الفرنسية وازاي يبقى القادة مع المفكرين، وانت هنا عامل دور عالم اثري كبير، يعني بيخليني ده احس بانه احنا بنتحدث عن الواقع. مفيش حياة بتكمل او دولة بتنجح او ثورة بتنجح الا لو كان كل الفئات موجودة فيها. بالظبط كده. يعني الكلام اللي بيتقال ان المفكر مع الجندي مع العالم، يعني هي دي، هو ده المجتمع، هي دي الفابريكة بتاعت المجتمع، يعني القماشة اللي فيها المجتمع. صحيح. كله متماسك مع بعض. صحيح. وده اللي بينجح المجتمعات. صحيح. وبالذات القماشة المصرية كمان أصلها متنوعة ومختلفة، بس هي نسيج واحد في الآخر. نسيج واحد ومنسجمة جدا ومتماسكة على مدى دهور، على مدى عصور وعلى مدى قرون طويلة، وعشان كده صعب قوي إنها تتقطع. أكيد. أنا عايزة أسألك سؤال وإنت اللي هتجيب عنه، لأنك كنت صديق وعملت أعمال يعني مختلفة كتير لأدباء، وكنت صديق للأديب الكبير يوسف إدريس. ماذا لو كان الأديب الكبير يوسف إدريس اللي كتب عن حامد بالشق الوطني اللي كان موجود عنده، اللي كان شايف أن دي هي الشخصية المصرية اللي لما بيبقى فيه أي يعني شيء ضد الوطن بتقوم على طول الشخصية المصرية، والتوازي بقى اللي حصل في المسلسل عن العشر سنوات الأخيرة، لو كان يوسف إدريس موجود ماذا كان هيقول؟ هيكمل ايه في التوازي اللي حاصل مع الروايه بتاعته؟ اولا معرفتي ليوسف ادريس، احنا كنا اصدقاء جدا لما انا كنت طالب في معهد السينما، وبعدين كنت بدرس في امريكا، فيوسف ادريس جه زياره للجامعه عندي، فقعدنا مع بعض 3 ايام، كنا يوميا مع بعض. وبعد كده لما رجعت واشتغلت بعد كده وبقيت في السينما كنجم، وكان هو لا زال كاتب كبير عظيم، فأنا صدقتي بيه مرتبطة وعارف شخصيته كويس جدا. يوسف إدريس كان بقى أول واحد في ميدان التحرير. صحيح. وأول واحد في ثورة 30 يونيو، وكان هيبقى ثوراجي درجة أولى يعني. وكان هيبقى عنده يعني حامد هيكمل بس في شخصية مصرية تانية. جدا 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 كان هيعمل يعني فعلا اللي احنا عملناه، كان هيستمتع بيه جدا وكان هيأكده كمان يعني. طيب هل نقدر نقول انه العوده كمان للروايات والقصص الادبيه المختلفه اللي عندنا، ان احنا نعيد قراءتها ونعيد تكملتها ونقدمها تاني للدراما التلفزيونيه، وهل انت شايف ان ده هيكون هيدي كده بعد تاني للدراما التلفزيونيه؟ ده 100% هيديها كمان زخم، وهيديها نشاط، وهيعيد فينا يعني الدم الجميل بتاع نجيب محفوظ ويوسف ادريس ويوسف السباعي واحسان عبد القدوس، كل الكتاب العظام بتوعنا دول الكبار كان لهم النهارده تلامذه ولهم
مريدين هم اللي بيكملوا المسيرة، فطبعا وجودهم معانا تاني بيشجعنا وبيحمسنا وبيخلينا نبص بوجهة نظر جديدة. يعني الرواية بتاعت السر والباتع دي احنا قريناها من سنين طويلة. صحيح. لما بنرجع نعيد 30 سنة على فكرة، من 30 سنة بنرجع نشوف حاجة جديدة. طبعا. يعني بنشوف وجهة نظر جديدة. أيوة بتاخد الخيط وتكمل. بنكمل، والعصر اللي احنا فيه النهاردة مرينا بتجارب كتير، لما بنرجع نقراها تاني ونشوفها ونعيدها من الأول وجديد ونعملها إضافات للظروف اللي احنا مرينا فيها، طبعا بنلاقي حاجة جديدة. عشان كده النهاردة المسلسل لما بنتكلم على العصر الحاضر واللي احنا شفناه من العنف العنيف، وبعدين شفنا العنف بتاع الحملة الفرنسية وازاي كانوا قاسيين مع الشعب المصري، ده في مقارنة قوية جدا ومهمة جدا ان احنا نفتكرها ونعرفها، ومهم الناس تربط التاريخ ببعضه. سؤالي الأخير قبل ما نسيبك، أنا عارفة ثقافتك العالية عاملة إزاي، ومتخيلة مكتبتك عاملة إزاي، ومتخيلة لما تقال على إنك هتعمل الدور ده، أنا متخيلة إن أنت قعدت تقرأ كتير جدا، قول لنا كده قريت إيه وعملت إيه بالظبط يعني. لا أقول لحضرتك، أصل أنا عملت دور نابليون قبل كده. طبعا نابليون بونابرت. أيوه اسمه الأبطال مع حسام الدين مصطفى. فطبعا قريت كتير بقى عن نابليون، وكنت اصلا قاري، فطبعا قريت تاني، والحمله الفرنسيه، فالمره دي طبعا كليمون رجعت تاني قريت. أيوة. للمره انا متخيلك قاعد على الكرسي والكتب طبعًا جنبك طبعًا وشغال يعني. طبعا طبعا لازم اشوف، وجبت صور وجبت حاجات كتيره جدا فتحتها، وفتحت جوجل وفتحت الانسايكلوبيديا وفتحت. انا متاكده انك كتير عملت كل الحاجات دي. مظبوط. احنا عموما استفدنا وجودك وطلتك المهمه جدا بثقافتك وتاريخك وحضورك في سر والباتع. وعايزه اقول لك حاجه، انا بكلمك من استوديو 10 اللي انت عملت فيه. أيوة شهريار. أيوة. ايوه فانا لسه سامع صوتك على فكره يعني، وانت بتعذب شهرزاد كانت نجلاء فتحي. نجلاء فتحي طبعا كانت هايله في شهرزاد. والكرو كله بيسلم عليك اللي كان اللي موجود في استوديو 10. طب سلمي لي عليهم كلهم. كل الناس يعني بتسلم عليك. كل سنه وهم طيبين. يعني اذا كان شهريار بيحكم عليك يعني، فحكم عليك تاريخيا انك تبقى موجود في رمضان. بصي حضرتك احنا كنا بنصور في رمضان كمان. بالظبط بالظبط. الف ليله في رمضان. الف ليله وليله في رمضان بالظبط. في جزء فاضل فيا في رمضان. فالتاريخ بيعيد نفسه تاني يعني. بالظبط. هتفضل موجود طلة حسين فهمي دايما موجودة، واحد من أهم مبدعينا وفنانينا العظام. بشكرك شكرا جزيلا، وبعدين بعد كده بيني وبينك أسألك على سر الباتع في هذه الإطلالة. بشكرك شكرا جزيلا. طبعا زي ما قلت لكم النهاردة احنا بدأنا معاكم، وانا سعيدة جدا ان اللقاء كان من الأثمرات في حضور السيد الرئيس النهاردة افطار الأسرة المصرية، ودايما الأحلام تتحقق، المهم ان احنا نشتغل وبعدين نحلم وبعدين نشتغل تاني ونحلم تاني ونكمل. بلدنا مكملة طول ما احنا بنشتغل. انتهى وقتنا في التاسعة لهذه الليلة، غدا تلتقون مع التاسعة، أرجوكم ابقوا معنا.